ما تخش تشوف سيدنا لو كان عايز حاجة وقول له. هقول بس يا ريت يوافق. هيوافق. ادخل. كتر خيرك يا مولانا. وبعدين يا حاج عجن استبارك يا سيدنا. سيدنا سيدنا هو سيد الخلق أجمعين محمد عليه الصلاة والسلام، وإحنا كلنا عبيد عند الله سبحانه وتعالى. أيوه يا شيخنا، والله ما أنا عارف أقول لك إيه ولا أعد لك إيه. قابلت ناس زي نصابين كتير مش كده؟ أيوه يا شيخنا. مفيش أسهل من إنك تنصب على الناس باسم الدين من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق لحد دلوقتي. مش يمكن أكون منيهم؟ لا لا سمح الله، ما تقولش كده. ده لو فيه اتنين تلاتة منك كانوا مالوا الدنيا دي كلها خير. وأنت تعرف العفش من الزنك إيه؟ من السبحة والدق؟ ما يعلمش المخفي جوا القلوب إلا اللي سطر المكتوب وختم القلوب. بعدين أنا ما عملتش حاجة لولدك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أراد له الشفاء. على يدك يا سيدنا. استغفر الله. هو ربنا محتاج عبد من عباده يقول للشيء كن فيكون؟ صدقت يا شيخنا صدقت. بقول يعني الناس بره نفسهم يشوفوك ويستباركوا بيك وفاكرين ان انا اللي حايشك عنهم. لو هيضايقك بلاش. انا هصلي العشاء واسلم على طارق واتوكل على الله. لا ورحمه الغاليين ما يكون، عايزين نتمتع ببركاتك. بقول لك ايه، انا هبني لك بيت جاري وتقعد فيه. هتبني لي بيت؟ تعرف تبني لي بيت من غير سقف ولا حيطان؟ اللي انت عايزه قول لي عليه وانا اعمله. بعد العشاء هقول لك على اللي تعمله، روح لحبايبك. طيب مش هترضى عننا وتاكل من وكلنا؟ هاكل من وكلك دلوقتي يا مولانا يا بنت. بس يلا خلصوا، الشيخ عايز وقت. نابت برضو؟ لا نابت ايه؟ طلعوا كل اللي عنديكم، ان شاء الله تذبحيه خروف حتى. يسند قلبه دلوقتي وخلي الخروف على العشاء. طب يلا شاير وجوار. شربان عندك لحم قد ايه؟ خربنا يا كتير يا حاجة. ها؟ جدع يا بنت يا شربان، ده الراجل عايش على النابت اسبوع. شوفوا ما دخلوش اللحمة وهو ياكل على كد نفسه. اهلا اهلا وسهلا. الف مبروك يا حاج. خطوه عزيزه. اهلا. ربنا يعز مدارك. والله كنت عدعي لولدك الليل قبل النهار. تفضل تفضل. ولدك ابن حلال بسم الله ما شاء الله، كل الناس هتحبه. عملك هو للنجاه وليه رجاله. كلامك ملح يا حاج، والله الخلق كلها كانت هتدعي لطارق اكتر ما تدعي لعيالها. تفضل يا حاج. الله تفضل تفضل. بلاش يا بلاش يا بلاش يا بلاش الراجل يا بلاش يا بلاش.
بيتنا.